المتنفس الوحيد اللي نلعب هذا. راك تشوف الصوره كي هذه، قال احيانا استافدوا من الملعب المعشوشب الا حي بخمر رمضان لم يستفيد من العشب الاصطناعي. ما مش لاقين وين يلعب، هاي يهودوا تل تحت ولا يلعبوا، وحنا هنا عندنا اصطاد، وهذا اصطاد ها هو بزوز، راه واحد مجرح واحد كل واحد واش صار له. نطلبوا منكم تخدمون هذا الاصطاد. نطالبوا السلطات، حنا هضرنا مع البلديه وما دارت حاجه، حنا نطالبوا سيد الوالي يشوف لنا حل هذا الاصطاد، ولادنا ما عندوش وين يمشوا، ما عندناش ماناج، ما عندناش بلاصه وين يجمعوا فيها. نورمالمون هذا الاصطاد يندار باش على الاقل يجمعوا فيه ولادنا باش ما يروحوش الافات الاجتماعيه ولا يضيعوا ارواحهم. على الاقل هذا الاصطاد يعاونهم يحفزهم باش يمارسوا كره القدم. الانشغال تاع الشباب تاع الملعب ماتيكو اللي سابقا كان هو بالقرب في الحي تما، ومن بعد دخلت اشغال وتولى داخل المتوسطه، ان شاء الله تكون خرجه ميدانيه بالتنسيق مع السيد مدير التربيه ونشوفوا الحلول. اذا كان متكفل به من طرف متوسطه تكفل به مديريه التعمير، مديريه التجهيزات، واذا كان مازال تابع للمصالح البلديه ان شاء الله نلقوا له حل في الايام القادمه ان شاء الله.